بيكم في حلقة جديدة من هاني ومريم في بلاد الأمريكان، وبرضه نرجع للحلقات العربية تاني. فالنهاردة أنا هتكلم معاكم على حلقة كده المفروض كنا نطلع أعملها يعني من فترة. في أكتر من محلات النهاردة بتكتب إحنا مش مسؤولين أي مسؤولية على حاجتك الشخصية اللي تكون موجودة في العربية وأنت بتعمل شوبينج، أو أنت داخل المحل عندنا، أو في مكان شغلك، أو لو أنت داخل عيادة الدكتور. الريستورانت دي بحط يافطة كبيرة كاتب فيها نفس المضمون. النهاردة امبارح مطلعة لندن كاونتي، مطلعة البوليس بتاع لندن كاونتي مطلع حاجه بنفس المعنى ده. فخلوا بالكم، في ناس بتخش على عربيات بتكسرها. انا بحط بنزين وببص العربيه خلاص ولا لسه. فالناس بتخش على العربيه بتسرق العربيه. لو انت سايب نظاره، انا سايبه نظارتي هنا وسايبه شنطتي هنا برضو، بس يعني الواحد يعني بيسرقوها. حد من صحابنا زي منا اللي بيشتغلوا معانا قال ان هي عربيتها كانت تالت عربيه، هو اتكسر عربيتين وعربيتها لا. فبتقولوا ان هي كانت كمان فيها حاجات اكسبنسيف جوه. اللي بيبقى يسيب شنطته، بيسيب نظارته، بيسيب لابتوب، بيسيب تليفونه في العربيه وينزل يقول انا هجيب حاجه بسرعه واجي. فخلوا بالكو. لندن كاونتي محذر، قال لما تيجي الساعه 9 بالليل اتاكد ان الانوار اللي قدام باب بيتك منوره، لان الفوانيس اللي تبقى محطوطه دي بتاعت الشارع. انت طبعا انتوا عارفين هنا مفيش اضاءه في الشوارع، كله بيعتمد على حاجه بيته الإضاءة. يعني اتأكد ان الإضاءة منورة، اتأكد ان قدام بيتك ما فيش حد واقف، اتأكد ان انت معمول لق للباب بتاع البيت والجراج والباب الدك من ورا. خلي بالكم الكلام ده. والفنس، الناس اللي عندها فنس تبقى تخلي بالها من ده كمان، وتأكد ان الفنس مقفول، سواء فنس البيت حوالين البيت يكون مقفول، اتأكد ان الجراج يكون مقفول، اتأكد ان كل حاجة ببيتك تكون مقفولة، ان فيها حوادث كتيرة بتحصل. يا جماعة الفترة دي مفيش امان، الناس مش لاقية تاكل، يعني احنا في امريكا في كل حاجة، كل حاجة مولعة. فانت النهاردة هو بيستسهل السرقة، فخلوا بالكم من الكلام ده. انتوا شايفين الهوملس كتير اول ايام ده، مع ان الجو ساقع فيه هوملس في كل شارع وفي كل مصيف وفي كل حتة. الظروف مش احسن ما تكون هنا في امريكا حاليا. طبعا ربنا يفك الضيقه دي على كل العالم يعني، ومش مش امريكا بس، احنا في كل حته. شايفين النهارده دولار في مصر بقى وصل لكام؟ فيعني نخلي بالنا شويتين ثلاثه، ما نسيبش اي حاجه ثمينه في العربيات، ما نسيبش اي حاجه فاليو قدام باب البيت. خلي بالكم كمان من الباكج بتاعت امازون والاوردر، لسه بتعمل اوردرات كتيره وغاليه. خلي بالكم من الباكجات دي. انت اول ما تبقى جاي، ان برضو في حد من الجروبات اللي كانوا الحاجه راحت في مكان وهي كانت في مكان، ولما كلموا البوليس، البوليس راح جابلها من العنوان التاني. فكده يعني، فخلوا بالكم الفتره دي من اصعب ما تكون، والناس بتستسهل. يعني السرقه، سواء السرقه في المحلات، الشوب ليفتر موجوده ازاي، بيسرقوا اللحمه، بيسرقوا الكراب، بيسرقوا كل ما تتخيلوا في بالكم، بيخشوا يسرقوا. النهارده بيخشوا يعملوا الشوبينج ويعملوا الفاير دور وبيفتح الفاير دور وبيمشي. بيخش يشتري لبس ويوقف العربيه على اول باب ويطلع باللبس ويجري. في محلات كتير متبهدله، سواء ريتيل ستور او لبس ستور بتاع اللبس كمان. فخلوا بالكم الفتره دي، ربنا يعديها علينا كلنا على خير. اتمنى الحلقه تعجبكم، استنونا في حلقات تانية جايه كتير من هاني وموريا في بلد الامريكان. باي باي.